مرحبا يا المتابعين. والآن بدينا بالطلوع على جبال القوقاز باتجاه منطقة جوداوري الثلجية باتجاه حدود روسيا. Welcome everybody in Georgia. We are Russell Tourist Company. We have everything very beautiful. We have very basic service, special car, many guide, Arabic language, Russian language, Turkish language, English language, and the Russian girl speak Arabic language. خدماتنا مميزة من فضل الله، سيارات خاصة، حجوزات فندقية، فلل، شقق، استثمار عقارات، وآخر دلع ويا كل من ما يرغب سياحة جورجيا. خدماتنا لكم في كافة شيء يا حبايبي. وأنا أخوكم ياسر العزاوي، مرحب بكم في لؤلؤة القوقاز، تبليسي باتومي. اي والله هذا اللي خربك ويا الصديق، ناس دايخة، السياقة طبعا بهاي الطرق مو هينة، الله الحافظ، بس يعني لازم واحد يكون متأني هادئ، ما شاء الله على يمينه